قبل أجهزة التصوير كيف كانت الناس تصور الأشياء؟ باس. مهنة تتطلب الدقة العالية. عمل الساعات يعني. شيء نكتب عليه مدة صلاحيته. منتجات يعني. مادة نصنع منها قماش. الخيط. شيء تشتريه من سوق الطيور. دخن. قبل أجهزة التصوير كيف كانت الناس تصور الأشياء؟ رسم. برافو. أي بالرسم صح. خلينا نشوف الدرجات اللي جبتيها. تفضلي. أثنان. سألناك 5 أسئلة والله يكون بعونش لأنه 132 نقطة. نريد من عندش لأنه علي انطاج 68 نقطة مع الأسف. لو طالع 80-90 كان بيها مجال. بس خلينا نشوف نقاطش لربما تجيب النتيجة إن شاء الله. السؤال الأول من 5 كان قبل أجهزة التصوير كيف كانت الناس تصور الأشياء؟ علي ما عرفها، أنت التلشياها وقلتي الرسم، والرسم صح أكيد صح. برافو. 30 نقطة. السؤال الثاني كان مهنة تتطلب الدقة العالية، قال علي الخط 10 نقاط. أنت قلتي عمل الساعات. عمل الساعات 18 نقطة. في 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 يعني في مهنة الجراح، الطبيب الجراح لازم دقة، المحاسب دقة لأنه إذا خطأ، الصائغ أيضا لأنه الصياغة متعبة مو صح؟ نعم. يعني أكو أشياء مهن أخرى غير عمل الساعات، ومع هذا 18 نقطة. جيد. 116 نقطة. السؤال الثالث كان شيء نكتب عليه مدة صلاحيته، قال ماركة 0 أخذ. أنت قلتي منتجات والمنتجات قريبة 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 إلى صح. خلينا نشوف. برافو. 20 نقطة. يعني لو قايلة مثلا الغذاء، المعلبات، الدواء، الدواء خاصة كان ممكن تصعدين إلى نقاط أعلى 33 يجوز ما أعرف. السؤال الرابع كان مادة نصنع منها قماش، 30 نقطة. أخذ علي على جواب القطن. أنت قلتي الخيط، والخيط يعني ما المادة، المادة الكتان، الحرير، مثل ما قال القطن مو الخيط. خلينا نشوف. معقول. 10 نقاط. الآن أصبحت المهمة صعبة. 146 يعني يراد لنا 54 نقطة. أنا أعتقد يلا ما يخالف. أنتوا في كل أحوال علي كاسر في كل أحوال يعني إن شاء الله أقربة. خلينا نشوف السؤال الخامس. شيء تشتريه من سوق الطيور، قال قفص. ما الطيور، ما البلبل، ما الببغاء. 28. أنت قلت دخن، والدخن صح. 20 نقطة.